هلا بيان حطوا لنا الاسم الثالث، يلا بيان شوف شو رح يطلع لنا اليوم. هذا النور. النور، قرأي لنا شو اسمه بالانجليزي. The light of the heavens and earth. He illuminates the hearts of his believers with guidance and knowledge. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله يكون رمضان ماشي سهل معاكم. معلش تأخرت عليكم أنا بهذا الأسم الثالث، بس زي ما قلت لكم استوقفني الأسم وطلب مني أني أعمل أكثر بحث، وكمان البنات كانوا شوي عندهم امتحانات فتأخرنا في القعدة والدردشة. لكن إن شاء الله اليوم راح نناقش معاكم أسم الله النور بإذن الله. وزي ما قلنا هي دردشات، يعني ما إلها وقت محدد. الفيديوهات ممكن فيديوهين ينزلوا بأسبوع، ممكن كل يوم، ممكن كل شهر مرة، يعني سبحان الله هو ما ربنا يسهل مع ظروف شغلنا ودراستنا والبيت و و و. شو بخطر الواحد على باله لما يسمع النور؟ يعني أول شيء بتبادر لذهننا هو الضوء أو الشعاع أو الإشعاع، شيء زي هيك. وربنا أشار بالقرآن لهذا الشيء بأنه قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فهو كأنه النور الخفيف اللطيف مختلف عن نور الشمس اللي حكى عنه ربنا ضياء. فهذا في نوع من النور اللي هو ممكن نفسره بهو النور الملموس أو المرئي بالعين. لكن هناك نوع تاني من النور اللي هو إحنا ما منشوفه، واللي هو محسوس، ممكن نحسه بقلبنا، ممكن نحسه بمشاعرنا في تعاملاتنا مع الناس، ممكن يجي زي فكرة لواحد على باله لمشروع أو بحث معين أو دواء معين أو شيء زي هيك، اللي هي زي خاطرة تكون زي الواحد بيقول أوقات إيش إشي نور في عقلي، زي فكرة نورت في عقلي، حتى بنستخدمها إحنا زي مثل. فهذا من أيضا معاني اسم الله النور. وربنا ذكر نفسه في القرآن، عشان هيك صراحة استوقفني، لأنه كان الوصف واضح جدا في سورة النور بآية الله نور السماوات والأرض. زي ما بنعرف الآية هاي آية ربنا وصف حاله فيها، ورد اسم النور 5 مرات في نفس الآية، وهي في سورة النور كمان. وقبل فترة بعرفش إذا مر عليكم الفيديو اللي هو لوحدة أجنبية كانت تشرح هاي الآية، وكانت تشرح بالذات عن زيت الزيتون وأنه هو يضيء بدون ما الواحد يولع فيه، وكيف أنهم بيقدروا يشوفوه بالأقمار الصناعية من السماء، وطبعا كأنه يعني إعجاز القرآن في هاي الآية. وزي ما أنتوا عارفين إحنا عندنا موجات الضوء بتنقسم للضوء المرئي اللي هو الفيزيبل لايت بأطيافه 7 اللي بنعرفها تاعت قزح، وفي عنا اللي هو مسميها انفراريد اللي هي تحت الحمراء، وعنا الالترا فايولت اللي هي فوق البنفسجية، وغيره وغيره من الاكس راي والجاما راي والمايكروويف والراديو ويف، كل واحدة بناء على الويف لينك تبعها وتردداتها. فإحنا اللي بنشوفه هو بس الفيزيبل لايت، أما في أنواع كتير من اللايت التانية إحنا ما بنشوفها، وطبعا احنا بنآمن فيها لانها احنا بنتعامل معها كل يوم، سواء الراديو بنسمع فيه والمايكروويف بنسخن فيه والانفراريد لايت بنعالج فيها واليو في لايت كذلك والاكس راي بناخذ اكس راي دائما. فاحنا لازم يعني نتقبل الفكره انه في اشياء غيبيه احنا ما بنشوفها لكنها هي موجوده، وهي بتاثر فينا وبتتاثر فينا كمان. وهذا برضو أنا رح أناقشه معاكم لأهميته فعلا في فهم اسم الله النور. لما سألت البنات عن شو بيعني لهم اسم الله النور، طبعا بيان كانت بتضحك، يعني لساتها مش كتير مستوعب الموضوع، فقالت لي يعني النور هي بالنسبة إلها اللي هو الضوء، يعني مش أكتر من هيك. فضحكتني بتقول لي يعني أنا ممكن أستخدم اسم الله النور، أقول له يا نور، مثلا إذا كنت خايفة من العتمة أقول يا الله يا ربي انه تبعت لي ماما خليها تضبط الضوء خلي يصير عندي نور. فضحكتني يعني على مستواها حبيبتي كيف يعني لساته بسيط. اما بالنسبه لآية فبتقول لي انه اسم الله النور بالنسبه لها بيعني لها زي كأنها بتتخيل نور ربنا بيحميها وبيحفظها بأمره. فهي بتقول لي أنا بحس إنه مش زي أنتوا بتقولوا لازم نحكي آيات معينة أو أشياء معينة، لكن خلال الواحد صلته
صلاته مع ربنا وكل وقت انه يضل مستحضر ربنا بحياته، بحس انه ربنا بيغذي هذا النور اللي بيحفظه من حواليه. فهي بتستخدم اسم الله النور بهذه الطريقة أو هذا اللي خطر لها. وقلت لما سألتها كيف ممكن أنك أنت تكوني نور للي حواليك، قالت لي أني أنا أكون أساعدهم أنهم هم برضو يحافظوا على هذا النور اللي ربنا أعطاهم إياه، بأني أنا ما أأذيهم وأكون بالعكس سبب لحمايتهم. أما أنا فصراحة استوقفني اسم الله النور قبل فترة، كنت ماخذي كورس ليزر اللي هو low level laser therapy لمعالجة البين والألام عند الناس، بالذات في منطقة الأوروفيشال بين اللي أنا هلا مهتمة فيها. فبصراحة لما كانوا يشرحوا لنا إيش هو الليزر وكيف بيشتغل، اللي هي طبعا زي ما شرحت لكم بالصورة قبل، الانفراريد هو mostly infrared light وممكن red light كمان يكون على هو الويف لينك اللي حنستخدمها لإيش بدنا نحقق كعلاج للمريض. لكن على أي حال وقتها استوقفني كيف إنه إحنا علينا عم نستخدم light لمعالجة ألم معين. يعني عطول عطول اتكلكت معي اللي هي آية الله نور السماوات والأرض، صرت أحكي يعني سبحان الله إحنا يعني قاعدين عم ناخد طيف من أطياف النور اللي ربنا خلقها من نوره ومنستخدمها للعلاج. فعطول صراحة كمان خطر عبالي إنه كيف إحنا وقت منحط إيدنا على منطقة معينة بتوجع ونقرأ سورة الفاتحة، فصرت أحكي يعني سبحان الله اللي ما عنده أكسس لا إشي مثل الليزر إنه يحط إيده على المنطقة اللي بتوجع ويقرأ سورة الفاتحة الشافية اللي إحنا بنعرفها، ويستحضر إنه هو قاعد عم بيستقطب زي نور الله اللي ربنا خلقه، وإحنا عارفين إنها هاي السورة شافية. فلما الواحد بتفكر إنه كيف يعني أنا ما أحط إيدي، يعني شو بيصير لما بقرأ هاي الآيات، فكأنه خطر لي يعني والله أعلم إنه الواحد يعني ممكن يكون بيستقطب طاقة معينة وأطياف ألوان معينة بتعمل هيلينج لهاي المنطقة. فكان بالنسبة إلي يعني رائع الشعور إنه سبحان الله كيف إنه إحنا دائما نستخدم لايت، يعني إحنا بنستخدم لايت زي ما قلنا في اللو ليفل ليزر ثيرابي للبين، وبنستخدم في الألترا فايوليت مثلا نحط الأطفال اللي عندهم صفار تحت الضوء الأزرق، وبنستخدم إحنا بالأسنان اللايت كيور دائما. فسبحان الله كأنه اسم الله النور دائما حوالينا ويعني محيط فينا وبيفيدنا بشكل دائم. وتاني مرة كتير خطر لي موضوع أو فتح أفاقي موضوع النور اللي هي دورات الطاقة اللي هلأ كمان زي كأنها درجة، اللي هي مثل الريكي والبيو إنرجي والإي أف تي تابينج وغيره وغيره من الدورات اللي هي ممكن الإنسان لأول وهلة يحس إنها هي خزعبلات أو إشي مش ساينتيفيك، لكن عليها بحوث كتير كتير كبيرة وعليها كتير يعني أوراق علمية بتثبت هذا الإشي وبتثبت فعالية هاي التكنيكس في العلاج. فاللي استوقفني صراحة في دورة من الدورات كانت دورة الدكتور أحمد عمارة تاعت الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي، إنه كل واحد فينا في حواليه زي هالة اللي هي الأورا اللي هي زي مجال طاقي حواليه، وهذا المجال الطاقي يعني زي ما قالت آية إنه زي كأنها protection. هلا أول ما سمعت هذا الإشي حسيت إنه يعني شو هذا، إنه يعني مش منطق. بعدين عن جد لما حكى اللي هي الحديث اللي إحنا متعودين عليه، اللهم اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن يميني نورا ومن شمالي نورا، تعرفوا هذا الحديث اللي دائما بندعيه، عن جد خطر لي إنه يعني شو الرسول كان قاعد عم بيحكي، يعني عن أي نور هو كان قاعد عم بيحكي. فإت clicked to me إنه ممكن إنه فعلاً هو الواحد هيك، بالإضافة إلى الآيات اللي بينها بشكل كتير كبير واللي ذكر فيها النور والنور والظلمات والنور في القرآن بصيغة زي ما قلنا اللي هي الغير مرئي لكنه محسوس. وابدأوا لما يمرق عليكم كلمة النور وبتمرق كتير في القرآن، يعني بعد ما أنا صار عندي awareness عليها صرت أنتبه عليها كتير، ويعني بدي أقولكم بجوز 90% من الوقت هي النور اللي إحنا ما منشوفه. فسبحان الله يعني هذا خلاني ألتفت إنه فعلا هاي الآيات وال يعني الأحاديث كتير برضو عن أشياء زي ما الواحد هو بتوضأ بتنزل الخطايا من إيده من أنفه من هاي، فأشياء يعني الرسول كان يحكي عنها هي غير مرئية لكنها ملموسة وإحنا ما بنعرف نفسرها، فهو فسرها على إنها هي هاي أنواع الطاقة اللي بتخرج من الإنسان. فصراحة it made sense to me، ويعني كل ما الواحد بياخد هاي الدورات
يعني أنا عارفة في ناس كتير ضد دورات التنمية البشرية والدورات يعني مش علمية، لكن من تجربتي الشخصية أنا لقيت من تجربتي ومن تجربة الناس اللي بيكونوا معي في هاي الدورات المسلمين إنه إحنا يعني بيزيد وعينا كتير لما بناخد هاي الدورات حتى لو كانت مع الأجانب. سبحان الله على طول في إشي كليكس في عائلنا إنه هذا تفسير، هذا it makes sense مع الآية الفلانية أو مع الحديث الفلاني. فنصيحتي إنه ما تخافوا من هاي الدورات، بالعكس خدوها وخليكم عادي كول منفتحين، خدوا اللي بيعجبكم وارموا اللي ما بيعجبكم. ونهاية كيف إحنا بدنا نستخدم اسم الله النور في حياتنا؟ بدنا نستخدمه إنه ندعي ربنا نور السماوات والأرض، إنه ربنا ينور بصيرتنا وبصرنا، لأن أحيانا كتير فعلا فعلا ربنا كأنه بينزل على الإنسان هيك نور، بيخطر له فكرة معينة، بيذكره شغلة معينة، بحس فعلا إنه كأنه إشي إجاله هيك طاقة فجأة. يعني إحنا ونقول بستنى ينزل علي الوحي، يعني كأنه بستنى ينزل علي نور من ربنا إنه يهديني. كمان كتير مربوط في الهداية، أنا بحس اسم الله النور إنه ربنا يهدينا للصواب ولنوره، لأنه النور هو يعني بيفتح الأفاق وبيقيم الظلمات وبيخلي الواحد أكتر يعني شايف الصواب. فندعو الله باسم الله النور إن ربنا يهدينا للصواب وينور بصرنا وبصيرتنا ويحفظنا بنوره ويشفينا بنوره كمان. فهذا من استخدامات اسم الله النور خطرت لي. وكيف نتحلى باسم الله النور؟ إنه إحنا نكون يعني نور وهداية ومساعدين لكل اللي حوالينا، نحطهم على أول الطريق، نرشدهم، نعينهم، نعلمهم شيء مفيد، يعني سبحان الله ينور دربهم، نعطيهم أفكار، نعطيهم أشياء، لأنه سبحان الله كل ما إحنا ساعدنا ونورنا أفكار الناس هذه ربنا رح ينور بصيرتنا وبصرنا بإذن الله تعالى.